تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم حفل افتتاح معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني مراعي 2019، والذي يقام في قرية البحرين الدولية. ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سعادة السيد عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وعدد من كبار المسؤولين. حضر المعرض سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء، وسمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس الوزراء، ومعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، ومعالي السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة، وكبار المسؤولين في المملكة. وقد رافق جلالته سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وبعد عزف السلام الملكي استهل الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به حفلنا هذا افتتاح مراعي 2019 آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ ناصر جناحي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. يسرني الآن
دعوة سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للتفضل بإلقاء كلمته بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني بداية يا صاحب الجلالة بالأصالة عن نفسي وعن منسوبي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعن اللجنة العليا المنظمة للمعرض أن أرفع إلى مقام جلالتكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات الشكر والعرفان على رعايتكم وتشريفكم حفل افتتاح معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني مراعي 2019. كما يشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي خالص التقدير والامتنان على توجيهاتكم السامية بتنفيذ المعرض بصورة سنوية. هذه التوجيهات التي تشكل الأساس في نجاح هذا المعرض والإقبال الجماهيري عليه في دوراته السابقة، وأخص بالذكر زيارته مما يزيد عن 160,000 زائر في دورته الأخيرة عام 2018 من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، وما حققه من ريادة ووضع مملكة البحرين على موقع متقدم على صعيد مجال صناعة المعارض الدولية المتخصصة وعلى الأخص في مجال الإنتاج الحيواني. صاحب الجلالة، إن توجيهات جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بالارتقاء بالأمن الغذائي في مملكتنا العزيزة هي خطتنا واستراتيجيتنا التي نعمل على تحقيقها ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. ونحن نعمل وفق هذه التوجيهات السامية على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي النسبي من خلال العديد من المبادرات، ومنها على سبيل المثال للحصر دعم المزارعين والمربين والتشجيع على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة ومكافحة الأمراض والآفات الحيوانية وزيادة الرقعة الخضراء والاستغلال الأمثل لمواردنا المائية والجوفية. كما حرصت الوزارة على الاهتمام بالثروة البحرية من خلال منظومة متكاملة كتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي بالتعاون مع القطاع الخاص وتطوير المركز الوطني للاستزراع السمكي وتطبيق تشريعات حماية الثروة البحرية والمحافظة على المخزون السمكي للأجيال الحالية والمستقبلية. وأود في هذا المقام أن أعرب عن خالص التقدير والاعتزاز بجهود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس المجلس الاستشاري للمبادرة على دعمهم النوعي لمشاريع ومبادرات تنمية الإنتاج الزراعي. صاحب الجلالة، لقد حظي موروثنا الحيواني بصورة عامة وتراث الخيل بصورة خاصة باهتمام ودعم جلالتكم، حيث وجهتم حفظكم الله بالمحافظة على هذا الإرث الحضاري ونقله للأجيال القادمة،
وأن أمر جلالتكم السامي بتشكيل الهيئة العليا لرعاية شؤون الخيل إنما هي تأكيد توجيهاتكم وسياساتكم الحكيمة حفظكم الله بالمحافظة على صالة الخيل البحرينية العربية وسلالاتها وحمايتها، وستشكل بإذن الله منطلقاً جديداً لوضع مملكة البحرين على خارطة سباقات رياضة الخيل الإقليمية والدولية. صاحب الجلالة، إن إقامة معرض البحرين الدولي الخامس للإنتاج الحيواني في دورته الخامسة يترجم حرص المملكة في العهد الزاهر لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم، وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ومنها المساهمة في الإنتاج الغذائي وحماية الموروث الحضاري الحيواني والزراعي، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، وهو ما نأمل في تحقيقه من خلال الدورة الجديدة لهذا المعرض. كما يحظى الأمن الغذائي في المملكة على اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين من خلال متابعة اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي واعتباره إحدى المبادرات الحكومية ذات الأولوية ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة، مكرراً شكري لجلالتكم والامتنان على تشريفكم ورعايتكم لهذا الحفل ومعرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني 2019، داعياً المولى عز وجل أن يكون إضافة جديدة في جهود ودعم التنمية الزراعية والحيوانية في مملكتنا العزيزة، داعياً المولى أن يحفظكم ويرعاكم ويديم على جلالتكم موفور الصحة والعافية، وعلى مملكة البحرين في ظل قيادتكم الحكيمة نعمة الأمن والخير والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة المهندس عصام خلف على كلمته، ونستأذن جلالتكم بافتتاح فعاليات مراعي 2019 بعرض من الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين. العمل الفني في حب البحرين من كلمات منير السبيعي، ألحان طارق الجار، أداء محمد التميمي، وإعداد شركة بيكو. يا سلام الله
عدد غيث يسيل، يا سلام الله عدد غيث يسيل، لاح براقه على داري وجال. جر صوتك بوحن وشعر جميل، واسرد المغنى مع طرق الحلال، والحلال تشوف زينه والمثيل بين عينه وقفته، طيب المثال من ترعرع في مراعينا أصيل، طوعوه بخبر رضان نجفال. يا ثرانا يا ثرانا خيرك الوافي جزيل، دامك ببحريننا أرض الكمال، مدها نخيلك سما ترقى سهيل، لن خيرات الوطن تاج الوصال. يا وطننا هب ناس ناس علي، كنت صادر بركك علي وطن. يا وطننا والوفا لك ما يمين، والجزايل تكتب حروفك جزال. والحرار بوكرها دون الرحيل، لا تحاور ريشها غنى الجمال، والنداوي ما عرف وقت المقيل، لو تبرقع واستقر عند الرجال. والإبل تسري مع ليل طويل، وانتباها وضحها فاق الخيال، تحشم الرفقة والهجيني خليل، كم كتب شعاره حروف الرمال. والأصايل في حداها من يشيل، صوت شيلاته يهيض كل حال، عاديات تقبل صوت الصهيل، كنه عزوم المراجل للمحال.
شمس وجيل كل خطوة بتدرب الوصال وصيت سلمان فرق شمس وجيل كل خطوة بتدرب الوصال حيب عيسى نداوي ينسلي في عيونا قد سبوق نبقى الآن مع العرض المميز لضيف مراعي 2019 مع فرقة كيلينجيس التابعة لمجمع الفروسية الرئاسي بجمهورية تركمانستان الصديقة.
نشكر فرقة جيليس التابعة لمجمع الفروسية الرئاسي بجمهورية تركمانستان الصديقة، ويقدم الآن الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين والإصطبلات الملكية لوحات من الموروث الشعبي البحريني. الشيخ عيسى حاكم البر وبحور، هو خير كل القبائل تهابه، جمع ثلاث خصال نور على نور، حاش الديانة والصخة والحبابة. وقد عرفت عائلة آل خليفة الكريمة بحبها واهتمامها بالخيل العربية الأصيلة التي ورثوها كابرا عن كابر وأبا عن جد ومن الأول إلى الآخر. ويحكى أن الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه أنه قد ضلع له حصان،
فكلف 4 شعراء أن يتغنون في الغوج. فقال مصباح الكعبي: الغوج يا لباسة الشال معتق، والقلب من عقبه فلاه وبشالي، يا عل عين صابت الغوج تعتق، يصيبها من عند ربي زوالي. أما حسين بن علي آل مشرف قال: باح العزا والقافية الوايلي راق في صفح مصقول على شف بالي، كل هالعين اللي على الغوج مش فاق، شيخ نذعر الخيل حامة توالي. يا شيخ لو شي عن الغوج ينساق، سقنا فدا غوجك جميع الحلالي. يا شيخ خيلك ما تجلب بالأسواق، خيل القصر ولا نحيلة أوالي. يا شيخ فالحمراء إلى عدت مشتاق، تبرال هالشفقة بغوجك بدالي. يا شيخ فالحمراء إلى عدت مشتاق، تبرال هالشفقة بغوجك بدالي. عندك كروش لا عدمناك بشفاق، ومن الدهم حمر تفوت الرجالي. يا شيخ سلم الغوج أبشر بالإطلاق، حظك وعون الله عظيم الجلالي. يا من يرجع عند تنشيف الأرياك لقل عن كثر المديح الجدالي، يا من يصير بها الضحى مثل الأشفاق وطق السبايا بالرعاب الجفالي، يا من يصير بها الضحى مثل الأشفاق وطق السبايا بالرعاب الجفالي. هذاك يوم فيه ترجع إلى ضاق من هول، ذاك اليوم فسح المجالي. لولاك ضاع السمت في كل الآفاق، يا ابو حبد يا عذب بحر النوالي، ملاح من منشا سمى المجد براد، الا بجود منك امطر وسالي. يا شيخ اغنيت البرايا بالارزاق، اجراهم المولى بيدك الشمال. يا شيخ اغنيت البرايا بالارزاق، اجراهم المولى بيدك الشمال. يا شيخ زينت الجزيره بالامراق بالخيل وتعبت السلاح الموالي، حاشاك ما بيت من الحمد برواق يبنى على مثلك يكسب المعالي. الغوج يا لباسة الشال معتق، والقلب من عقبه فلاه وبشالي، يا عل عين صابت الغوج تعتق، يصيب قال الشاعر سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة طيب الله ثراه: مزيان مسير الجيش في القفر يا حسين، وانا على وضح المذارع طويل، ومع الضحى اشراب من البن فصلين في وسط روض هم قلبي يزيل، يجلى صدى قلبي من الهم يا حسين، لقبال حقاب الوسم بلا نخيله، يمطر على الصمان والعمر يومين، ويشمل إلى الداير حشاد مسيله، واد الصخير يهد للسهل يحسن من حم وجار يا سلام.
جزها خضر الروض مثل البساتين، طير الخلايا كثر وحنا اعتبيله، نقنص على شحصان نضاب الشواهين مع الحرارة اللي تصيد الفصيلة، محلى مطير الخرب برق الجناحين، لا عاد في قفر وانا محتريله، اطلق عليها ماضي الفعل شاهين، لحمة على غدا طرف في عزتي له، حنا هلا العليا من أول وذا الحين، ولا خير في هرج بلا يا صميلة، مع شيخنا اللي جعل عمرنا سنين مسير الجيش فالقفر يا حسين، وانا على وضح المذارع طويلة، مع الضحى نشرب من البن فصلين، في وسط روضنا هم قلبي شيخنا اللي جعل عمره لنا سنين، اللي من الضجاة ينجي دخيله، طيف الضعوف اللي من البعد عانين، ومن جاه تطعين يفرح به البلشان يوم الدبيلة، معنى الحرارة اللي على الجود ضارين، اخواني اللي نايلين النفيلة، حنا هلا العليا منا
سقينا جواها بدموع يوم الهنا دي برقها شعال يوم السبايا كنه النجوم والهيج كنه للرعد زلزال بلا
سيدي صاحب الجلالة، يتشرف ملاك ومربو الثروة الحيوانية الحائزون على الأوسمة الذهبية للسلام على جلالتكم. ونبدأ يا صاحب الجلالة بالجياد العربية الأصيلة الحاصلة على الأوسمة الذهبية. علي عبدالله علي العالي المركز الأول في بطولات الجمال وحامل لوسامين ذهب وأعلى معدل في المملكة بالفحل عالي فريد. علاء عبد الجبار حماد المركز الأول في بطولة الأفرس وحامل لوسامين ذهبيين بالفرس اف اس كيين. حسين حبيب حسن المركز الأول في بطولة المهور وحاصل على وسام ذهبي بالمهر دي أبرق. سعيد محمد بدر حاصل على وسام ذهبي في بطولة المهرات بالمهرة اي جي رندا. حسين علي عبد الله شمس وحاصل على وسام ذهبي في بطولة المهرات بالمهرة اي جي رنين. حسين جعفر المحيشي وسام ذهبي في بطولة صغار الأمهر بالمهر حاتم المنامة. محمد جعفر المحيشي وسام ذهبي في بطولة صغار المهرات بالمهرة بدوية المنامة. مزرعة شاخورة المملوكة لمحمد وحيد العالي المزرعة الرائدة في الانتاج لموسم 2018-2019 حقق انتاجه 3 ميداليات دولية تم تكريمه من قبل المنظمة العالمية للحصان العربي الواهو. جائزة أسرع صقر فاز بها حميد برغش المنصوري حصل على المركز الأول في البطولات المحلية لموسم ناصر بن حمد للصقور 2018-2019 حاصلون على 48 مركزا في البطولات المحلية و4 مراكز أولى في بطولات في دولة الإمارات العربية المتحدة. جائزة أسرع سلوقي فاز بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المركز الأول في بطولات المحلية لموسم ناصر بن حمد لعام 2018-2019. جائزة أزي الناقة فاز بها السيد أحمد معيوف الرميحي بالناقة فرحة والحاصلة على المركز الأول في ميزانين ناصر بن حمد للإبل موسم 2018-2019. جائزة أفضل بقرة ذات خصائص إنتاجية فاز بها وسيم علي المدحوب من فصيلة هولدنشتاين. جائزة أفضل حمامة فاز بها علي عجيمي المناعي بالحمامة بودابست من نوع شورت فيس. تتشرف الآن فرقة جيلجنيس التابعة لمجمع الفروسية الرئاسي بجمهورية تركمانستان الصديقة بالسلام على جلالة الملك المفدى. كما تتشرف اللجنة المنظمة للمعرض بالسلام على جلالة الملك المفدى.
ثم تشرف سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض بتقديم هدية تذكارية لحضرة صاحب الجلالة رعاه الله. بعدها قام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والحضور بالاطلاع على المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة، حيث ضم المعرض مجموعة من صور الخيول والطيور والبيئة وغيرها من المعروضات. وقدم العارضون لجلالة الملك المفدى شرحا موجزا عن أعمالهم الفنية، كما قدمت لجلالته مجموعة من الهدايا، وأبدى جلالته إعجابه بما شاهده من أعمال فنية راقية ومتميزة، منوها بالجهود الطيبة التي بذلت في الإعداد لهذا المعرض، متمنيا للقائمين عليه كل التوفيق والتقدم. وفي ختام حفل الافتتاح أكد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله على الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لدعم قطاع الثروة الحيوانية والزراعية والمحافظة عليه وتنميته لما يشكله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامته. كما أعرب حفظه الله عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلها الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين، مؤكدا أن مشاركته القيمة تساهم بشكل مستمر في إنجاح هذا المعرض وتحافظ على إظهاره بمستواه المشرف المعهود. وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على ما بذلته من جهد طيب في تنظيم هذا المعرض العالمي الهام، مشيدا بمبادراتها الوطنية لتعزيز الابتكار والتطوير في الانتاج الزراعي والحيواني وتأمين مصادره، وحرصها المتواصل على الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والخدمية في المملكة. كما أعرب جلالته عن إعجابه بما قدمه فرسان المجمع الرئاسي للفروسية بتركمانستان من عروض امتازت بالدقة والكفاءة وعكست قدرة الفرسان على أدائها بالشكل المتميز، مؤكدا أن مشاركة هؤلاء الفرسان بمعرض المراعي يأتي انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين من علاقات طيبة في مختلف المجالات. مؤكدا جلالته على أهمية تبادل مثل هذه الأنشطة والفعاليات بين فرسان البلدين لتعزيز وتطوير رياضة الفروسية. ونوه جلالته بالنجاحات المتميزة التي حققها أبناء البحرين في المعارض السابقة من خلال استقطاب الشركات العالمية وجذب الخبرات الرائدة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكدا أن مشاركتهم الواسعة في مثل هذه المعارض المتخصصة تندرج ضمن السعي لتطوير منظومة عمل متكاملة للأمن الغذائي وتنويع مصادره والتشجيع على الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الوطني. كما أثنى جلالة الملك المفدى على المشاركة الكبيرة للشركات المحلية في هذه النسخة من المعرض، منوها بالحرص على المحافظة على الإنتاج المحلي والعمل على تطويره ورفع جودته من خلال الاستفادة من أحدث التجارب الدولية والتقنيات العلمية المستخدمة في هذا القطاع الحيوي. كما نوه جلالته بالفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية المصاحبة للمعرض والتي تحظى بمشاركة عدد من العارضين والفنانين وتستقطب جمهورا واسعا من داخل وخارج البحرين، شاكرا جلالته كافة الجهود المخلصة التي ساهمت في إنجاح المعرض ومتمنيا للقائمين عليه دوام التوفيق والسداد. بعد ذلك ودع جلالة الملك المفدى بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب. We'll be right back.
حماية للموروث الحضاري الحيواني والزراعي وتعريف الأجيال القادمة بما يتميز به تاريخ البحرين. في هذا القطاع انطلقت فعالية معرض مراعي بمجموعة ضخمة من مختلف الفصائل الحيوانية المشاركة في هذا المعرض. واستمرار للنجاح والاهتمام الناس واهتمام المربين والمهتمين والباحثين في هذه هذا المعرض هو دليل لنجاح هذا المعرض، وإن شاء الله سوف يشهد هذا المعرض عرض الجديد خاصة في مجال السلالات الجديدة السلالات النادرة في مختلف لمختلف الحيوانات من الدواجن والطيور والصقور وأيضا الماشية. هذه السلالات طبعا النادرة سوف تضفي مجال رحب خاصة للمهتمين في هذا المجال وأيضا المستثمرين. رفع معدلات الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامتها هو أحد أهم الأهداف التي يسعى معرض مراعي لتحقيقها منذ انطلاقته الأولى. لا شك أن هذه المعارض تدعم الأمن الغذائي لأنها في صميم حقيقة أحد الأساسيات الأمن الغذائي هو الثروة الحيوانية، ولا شك أن سنة عن سنة هذا المعرض يتطور ويضاف إليه كثير من سواء المشاركين أو العروض. طبعا احنا سنويا عندنا مربين المواشي وأيضا الحيوانات الأخرى من طيور وغيرها يزيدون سنة عن سنة، وفي هناك أيضا سلالات جديدة تعرض، فهو حقيقة معرض نقدر نقول مختص أساسا بالأمن الغذائي، لكن أيضا هناك كثير من الأنشطة اللي هي تخص حقيقة الأسرة وتخص لجميع فئات العمرية. يأتي مراعي 2019 لشاهد على اهتمام الحكومة الموقرة والقيادة بتنمية القطاع الزراعي والحيواني في مملكة البحرين. طبعا كل سنة تجينا فرق جديدة ومجموعات جديدة سواء كانت هي على مستوى الخيول أو مستوى الطيور، وهذه أيضا عندنا الكثير من الوفود اللي تجينا من دول مجلس التعاون للمشاركة في هذا المعرض، فهو احتفالية وأيضا تجمع لتشجيع القطاع الزراعي والحيواني في مملكة البحرين. عروض حية ستشعل جمهور مراعي حماسة على مدار 4 أيام بما تحتويه من فعاليات مختلفة تحاكي مختلف الأذواق. مع انطلاقة النسخة 5 من معرض مراعي، الجمهور على موعد مع الكثير من المفاجآت المسلية التي تحمل بين طياتها المتعة والمرح الممزوج بالمعلومة الجديدة لفصائل حيوانات مراعي المختلفة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.